والنهارده كان في نشاط الحقيقه كبير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على مستوى التواصل مع الدول المختلفه، زي ما تلقى اتصال النهارده مع رئيس الوزراء البريطاني، استقبل النهارده في قصر الاتحاديه كمان وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي، وكان في حضور هذا اللقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه وكمان عدد من الوزراء. الوزير الفرنسي وزير المالية والاقتصاد في هذه الأيام بيزور مصر في زيارة مهمة جدا. الزيارة دي بتيجي بعد مرحلة شهدتها مصر وتعاون شهدوا مصر وفرنسا الفترة اللي فاتت، وتحديدا في يونيو 2021 شهر 6 اللي فات حصل نوع من الاتفاق على تقديم حزمة شاملة من الدعم الفرنسي لمصر، ودي الزيارة اللي بتيجي تعتبر تطبيق وتنفيذ للاتفاقيات اللي تم الوصول ليها في حزمة المساعدات اللي تم الاتفاق عليها في يونيو 2021. الرئيس طبعا رحب بالوزير الفرنسي وأرسل تحياته وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكمان بطرفه الوزير الفرنسي أكد كمان على تقدير دور مصر كبير بشكل كبير جدا في الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد كمان بكل المشروعات القومية الكبرى اللي مصر بتقوم بيها. وبدوره كمان الرئيس أكد على فتح المناخ والمجال الكامل أمام الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة مع تسهيل وتيسير بيئة الاستثمارات، وخاصة كمان مع إنشاء بنية تحتية مشجعة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل الزيارة وهذا اللقاء المهم اللي يعتبر أول تطبيق عملي زي ما قلت لحضراتكم لحزمة المساعدات المالية الشاملة اللي تم إقرارها في يونيو اللي فات، من خلال الدكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اللي بينضم لينا عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتور رشاد. أهلا مساء الخير. عايز أعرف من حضرتك قراءتك للزيارة المهمة اللي بيقوم بيها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، خاصة بعد حزمة المساعدات المالية اللي اتفق عليها الجانبين مصر وفرنسا في يونيو 2021. نوضح بس للمشاهد الكريم حاجة، هي ليه مهمة؟ لأن انت بتتكلم عن فرنسا. مين فرنسا؟ فرنسا دي تبقى تاني أكبر اقتصاد على المستوى الأوروبي كله، وفي نفس الوقت واحدة من السبعة الكبار، وفي نفس الوقت واحدة من دول قمة العشرين، وبالتالي هي دولة محورية جدا ودولة متقدمة جدا. وطبعا نعرف إنها دولة الثقافة والرقي والحضارة والتكنولوجيا والتقدم، وبالتالي أنت بتتعامل مع دولة مهمة جدا، وبالتالي ده شيء مهم جدا. وعشان كده اللقاء اترجم في ايه؟ لما انا النهارده بتعامل مع حد كبير وعظيم اخد منه ايه؟ افضل ما عنده. مش هاخد اسوأ ما عنده. فدول متميزين في ايه؟ وده اللي اتفقنا معاهم عليه. دول متميزين جدا في البنيه التحتيه، متميزين جدا في الذكاء الاصطناعي، متميزين جدا في قطاع النقل وخاصه تصنيع السيارات الكهربائيه، متميزين جدا في تدوير المخلفات، متميزين جدا في الاتصالات والخدمات الرقميه، متميزين جدا في ثوره جديده في العلم والمعرفه، انتاج الهيدروجين الاخضر ودي طاقه المستقبل النظيفه. وبالتالي ده البروتوكولات وده القطاعات اللي تم الاتفاق عليها يكون في بينها تأصيل وتركيز على التعاون المشترك. ليه؟ عشان ناخد افضل ما عندهم، عشان اعمل نقله حقيقيه للاقتصاد المصري وتطوير حقيقي للمفاهيم والثقافه والعلم والتكنولوجيا المصريه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور رشاد عبدو الخبير والمفكر الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه.